لو أردت أن تقدم معجزة مستفزة للناس ماذا تفعل؟ من أعظم الطرق التي يعني تسلكها لتقديم هذه الدعوة الإعجازية المتحدى بها أن تقدم هذه الخارقة في يد أبعد الناس أن يأتوا بشبيه لها أو قريب منها، أن تخرج الخارقة من رحم العدم. جاءت المعجزة القرآنية البليغة على يد رجل لم يعرف بشعر، والملكات الأدبية لا تظهر بين يوم وليلة. لا يوجد شاعر يعني يكون جالس يكتشف أنه شاعر إلا في أيامنا، يعني ممكن إنسان يصبح شاعر في يوم وليلة يعني، لكن عند العقلاء يعني في الزمن القديم الشعر ملكة تنمو مرحلة بعد مرحلة وتسقل مرحلة بعد مرحلة، ويوجهها أهل العلم والبيان حتى تتطور وتترقى، فينتقل المرء من الأدنى إلى الأعلى ومن البسيط والسهل إلى المعقد والمركب بما يبهر السامعين. هذه ملكات لا يولد بها الإنسان، وإنما تنمو شيئا بعد شيء، يسخيها الإنسان من جهده وصبره ونباهته. فجاء الإعجاز البلاغي من رحم العدم على يد رجل أمي لا يعرف من أخبار الأولين شيئا، جاء بقصص الأولين، أمي لا يعرف بالشعر، فجاء بهذا الكتاب المعجز. بعض الباحثين منهم الدكتور إبراهيم عوض ناقد أدبي معروف في مصر وله ردود على بعض الطاعنين في الإسلام، كتب كتابا يقارن فيه بين الكلام النبوي والمعجم اللفظي والأسلوبي القرآني والمعجم اللفظي والأسلوبي القرآن في الحديث وفي القرآن، فكشف أن اضطراد استعمال المصطلحات في القرآن يختلف عن استعمالها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يمكن مهما افتعل تغيير الأسلوب، خاصة إذا كان يكتب الشعر بنفس اللغة التي تتحدثها. طب نحن نتحدث الآن لهجات تختلف عن الفصحى. في الزمن القديم لغة الشعر هي نفس اللغة التي يتحدثها الناس في أيامهم. عند مقارنة المعجم الذي اللفظي في النبوي والقرآني تجد أن هناك خلاف واسع، بما يدل على أن المصدر مختلف. حتى لو إنسان افتعل تغيير الأسلوب سيبقى هناك تشابه كبير، لكن قام بعملية إحصاء، ليس قضية ذوقية يعني، قام بعملية إحصاء للكلمات كيف تتكرر في التعبير في مواضيع معينة في اللباس والأكل والجهاد وغير ذلك، فوجد أن المعجم اللفظي النبوي يختلف عن المعجم القرآني.